نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوي ضد كل من يتجاوز القانون. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص. الفئة العمرية بين 40 و49 سنة تستأثر بغالبية مراكز الانتداب في قائمة الألف الأولية للأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008 و2024. وجنازة رسمية اليوم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، على أن يوارى الثرى غدا في قطر. إلى التفاصيل. مستمعينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله وأوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفعلة، أكد على دور النيابة العمومية في إطارة الدعاوي ضد كل من تجاوز القانون وضرورة البت في عدد من القضايا التي بقيت تراوح مكانها لسنواتنا، مشددا على أن الزمن القضائي جزء من العدالة التي يتساوى أمامها الجميع. وتناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق نتائج الزيارة التي أداها وزير الداخلية أمس الأول إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مؤكدا العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات والحرص الثابت على تعزيزها وتطويرها. كما تناول اللقاء الوضع العام الأمني في البلاد في ظل الأزمات التي يتم افتعالها يومياً، مشدداً على ضرورة تحميل المسؤولية القانونية لمن يشارك فيها ويدبر لها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما شدد رئيس الجمهورية وفق نص البلاغ على دور المسؤولين الجهويين والمحليين في الاستجابة لمطالب المواطنين، وعلى ضرورة إنهاء مهام كل مسؤول حتى ولو بعد ساعة من تعيينه ما لم يقم بدوره ولم يتحمل مسؤوليته. صادق البرلمان أمس على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص برمته ب 111 نعم و4 احتفاظ و1 رفض. ويتضمن القانون الجديد أحداث عطلة ما قبل الولادة لمدة 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحملة، وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر، وترفع وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر، أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقية وأحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا مدتها شهر. كما ينص القانون على الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام وترفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حاملا لإعاقة أو مولود خدج أو حامل لتشوهات خلقية، و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميت، إلى جانب سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدة 9 أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في خبر آخر، تتواصل عملية قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية لسنة 24 و2000 بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة، ويجرى التثبت في التزكيات من ناحية العدد في مرحلة أولى، تليها مرحلة التدقيق في التزكيات. عضو الهيئة بالقاسم العيان
العياشي يتحدث. المرحلة هذه القبول وإيداع معناتها الإداري للملفات وتثبت الإداري منهم هو التزكيات يجيونا الأصول في نسخ ورقية أصلية، فالهيئة تثبت في مرحلة أولى في العدد على التزكيات ما بين ما هو مصرح به من طرف المترشح، الأعوان تاع مكتب القبول قوموا بعتبته في العدد ويسجلوا له العدد الذي أعطته حالة العدد، ويكون معناتها هو حاضر ويتحط له في التوصيل. بعد التثبت من أنه المزكي ما زكاش واحد آخر ولا لا، هذيك في مرحلة قادمة باش يزيدوا يثبتوا في المزكين وصفتهم كناخبين عندهم الحق يزكي ولا لا، وهل كان تبقى أنهم زكاوا واحد آخر قبله. بتبع إذا كان فما ناخب زكى أحد المترشحين فستقبل التزكية السابقة الأولى ونسجل نحن طيعون والتبليغ. أما فيما يتعلق بوثيقة البطاقة عدد 3 بطاقة السوابق العدلية، فقد أكد عضو الهيئة بالقاسم العياشي أنه يمكن تقديم وصل في الغرض في انتظار استخلاص الوثيقة. البطاقة عدد 3 وهي مطلوبة، وحتى كان جاب المترشح في المرحلة هذه بتاع القبول الإداري للملف يجيب وصل قدمه هو في طلب، فمبدئيا التوصيل يسجل في الملف متاعه في قبول الإداري هذايا في انتظار أنه يمشي يستكمل الملف قبل نهار 6 أو قبل تغلق مكاتب قبول الترشحات يودع معناتها بطاقة عدد 3. وإحنا هنراو عنا مترشحين مشاو تحصلوا على بطاقة عدد 3 وفي أجيال قياسية جابوا بطاقة عدد 3، يعني لم نلاحظ أنه فما صعوبات في الحصول على مثل هذه الوثائق كالجنسية وكبطاقة عدد 3. إذا حد الآن تابعوا في العملية وما ريناش معناتها فما إشكاليات كبيرة تذكر معناتها في هذا الجانب. في خبر متصل، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك دليل الترشحات للانتخابات الرئاسية لسنة 24 و2000، وهو دليل مكون من 29 صفحة، ويحتوي الدليل على مقدمة وعلى جزء خاص بالإطار القانوني لهذه الانتخابات الذي يشمل شروط الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي وإجراءاته والجوانب الخاصة بالنظر والبت في مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل الهيئة والمقرر إجراؤها في تونس وخارجها مطلع أكتوبر 2024. ويتضمن الإطار القانوني وفق دليل المراحل الخاصة بالطعن في قرارات هيئة الانتخابات بخصوص مطالب الترشح. أما الجزء الأخير من الدليل فيخص سحب الترشحات الخاصة بتلك الانتخابات. قرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير عند مستوى 8%. وأكد المجلس في اجتماعه أمس أن العجز التجاري استمر في التقلص خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.4% من إجمالي النتائج المحلية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. وكشف البنك المركزي في بيان عن أن صافي الاحتياطات من العملة الأجنبية بلغ 24.5 مليون دينار، أي 111 يوما من التوريد بتاريخ 30 جويلية الماضية. تم توقيع الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنامة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص. وتضمنت الاتفاقية توسيعا لقائمة الخدمات المقدمة لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض لاسيما المتعلقة بعلاج الأمراض السرطانية وفق وزير الشؤون الاجتماعية الذي أشرف رفع على عملية التوقيع. في خبر آخر، تعلن اليوم بالإرساليات القصيرة نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي على أن تنطلق يوم غد الجمعة الدورة النهائية للتوجيه التي من المنتظر أن تعلن نتائجها في 7 أوت الجاري. لسعد الدريدي عن إدارة الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يضيف.
باش نكملوا الدوره النهائيه ان شاء الله للتوجيه الجامعي بعد الاعلان على الدوره الرئيسيه. الدوره هذه تخص مجموعه اللي سواء تغيبت على الدوره الرئيسيه ما شاركتش، وفما اللي شاركوا وما احسنوش التقدير، طلب شعاب بعيده والى اخره، دونك ما تحصلش على تعيين. هذوما الكل مازالت لهم فرصه في الدوره النهائيه للتوجيه الجامعي اللي هما يبداوا من 2 اوت حتى 4 اوت، ويدخلوا يعمروا الاختيارات نتاعهم ويتحصلوا على نتيجتها نهار الاربعاء ان شاء الله 7 اوت. أوضحت وزارة التربية في بلاغ لها أمس أنها احتكمت في ترشيح قائمة الألف الأولية من الأساتذة النواب المتعاقدين المعنيين بالتسوية والانتداب إلى معايير الأقدمية في النيابة والاختصاصات المطلوبة حسب حاجات المنظومة والتقدم في السن، وهو ما جعل الفئة العمرية من 45 إلى 49 سنة تستأثر ب 588 مركزا، والفئة التي تراوح سنها بين 49 سنة ب 861 مركزا. كما أكدت الوزارة من جهة أخرى أنها ستصدر في غضون الأيام القادمة القائمة الأولية للمعلمين النواب المتعاقدين. أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئة إدارية قطاعية في 12 من أوت الحالي لبحث الرد على ما اعتبرته تنصل وزارة التربية من الاتفاقيات المبرمة. كاتب عام الجامعة محمد الصافي: لنا أولا ملفات لازالت عالقة تمس أولا النواب، الوزارة متمادية في تجاهلها للطرف الاجتماعي، طالبنا بعقد هيئة إدارية وستكون يوم 12 وستتخذ كل ما يجب من أشكال نضالية. ندعو سلطة الإشراف مجددا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، حان الوقت مع عودة مدرسية مرتقبة في ظروف صعبة جدا، لابد من الحوار ولابد من التفاوض. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في شؤون الشرق الأوسط، بدأت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم جنازة رسمية وشعبية لتشييع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، وصدى حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية. وأدى المرشد الإيراني علي خمائني إمامة صلاة الجنازة على جثمان هنية، واعتبر رئيس البرلمان الإيراني أن الاحتلال ارتكب خطأ استراتيجيا باغتياله إسماعيل هنية، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الهجمات التي وقعت في بيروت وطهران والتي تمثل تصعيدا خطيرا، داعيا إلى مواصلة الجهود لتأمين وقف لإطلاق النار في غزة، فيما شككت قطر الوسيط الرئيسي في مدى جدوى مواصلة جهودها. وقالت حماس إنه بعد مراسم التشييع الرسمي والشعبي في طهران سينقل جثمان هنية إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشييعه بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية. وأوضحت أن صلاة الجنازة على الراحلة ستكون في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية بعد صلاة الجمعة. وفي حين لم تتبنى تل أبيب رسميا عملية الاغتيال، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسماعيل هنية قتل بصاروخ أطلق من خارج إيران. هذا وتدخل الحرب على غزة يومها 300 مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسقوط مزيد من الشهداء والجرحى جراء استمرار القصف والمجازر. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجز لكم في عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على دور النيابة العمومية في إطارة الدعاوي ضد كل من يتجاوز القانون. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص. الفئة العمرية بين 40 و 49 سنة تستأثر بغالبية مراكز الانتداب في قائمة الألف الأولية للأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008 و 2024. وجنازة رسمية اليوم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران على أن يوارى الثرى غدا في قطر. أجمل تحيات كوثر عربوبي، إلى اللقاء.